خليني اقول برضو ان الكهرباء لاعب الفريق الاول كره القدم بالنادي الاهلي، طبعا بيخضع لفحص طبي او هيخضع لفحص طبي في تمرين الفريق بعد بكره برضو يوم الثلاث اللي هيكون على ملعب مختار اتش. كهرباء هيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه بعد ما كان اكتفى خلال الايام اللي فاتت بتدريبات علاجيه، بعد طبعا ما كان بيشتكي من الام في العضله الخلفيه خلال مشاركته في مباراه بيراميدز ببطوله الدوري. طبعا يعني الجهاز الفني بقياده بيسو موسيماني المدير الفني زي ما قلنا لحضراتكم ادى اللعيبه راح لمده 48 ساعه وهتبتدي التدريبات يوم الثلاث ان شاء الله.